خوتنا صيادين توحشناكم خوتنا، عندنا بزاف ما حطينا لكمش فيديوهات للاسف الشديد، باسكو حنا تعرفوا منين ينتهي موسم الصيد تقل الفيديوهات وما نلقاوش واش نحط لكم. هنايا فيديوهاتنا تكمل غير من الصيد، يعني من 15 سبتمبر حتى لجانفي. اليوم باذن الله تعالى في عمليه البحث عن غار الضربان، او كما حنا نقولوا جحر الضربان هكذا، واللي ما يعرفش الضربان هو النيس، هذا هو. رانا في عمليه البحث عن هذا الغار تاعو، باسكو راه يجي ليا بزاف البحيره وراه ياكل القرعه وياكل كل شيء، يعني راه يخسر. حنا ماذا بينا نشوفوا يعني المغاره تاعو وين راهي جايه بالضبط وندير لكم عليه فيديو. المهم باش تكون في علمكم بلي هذا الحيوان هو حيوان محمي، هكذا، حيوان محمي ممنوع الصيد تاعو ولازم نحافظوا عليه جميعا هكذا. هاي خوتي ريحوا معنا ان شاء الله، نديروا عمليه البحث ونشوفوا اسكو نلقاوه. شوفوا واش لقينا، هذا تاع الحجل، هذا باين بلي ديك الحجل الصغيور، كتشوفوا الحجل. ها نزيدو نكملو، زيد بعد ما مشينا شويه بدينا نلقاو في شوفوا الشوك تاعو، هاوليك هذا الشوك، اكرمكم الله. هذه الفضلات، فضلات اللي راهي يابسه، وهذه راهي جديده نوعا ما، وهذا الشوك تاعو. نزيدو نكملو في عمليه البحث ان شاء الله، ممكن نلقاو ان شاء الله هذاك الغار، غار تاع الضربان. الزش اليوم راه داير حالة، راهي سخانة عظيمة الله، الزش راه داير حالة. شوفو هنايا أكرمكم الله، فضلات الأرنب، وهذا التبول تاع الأرنب، هذا هو اللي يرجع أبيض هكذا، هذا التبول تاع الأرنب. شوفو راني مازال يطلع، مازال يطلع، باسكو الاثار تاعو راهي تبان رايحه من هذا الاتجاه. يا الله، كذلك الارنب، شوفوا شوفوا هذه جديده، هذه طريه، ها جديده. شوفوا هنايا شوفوا اللي محاول يحفر، حاول يحفر وتوقف على الحفر. شوفوا هاك المخالب، كما تشوفوا المخالب، ها هذا اسكو ضربان ولا ذيب ولا ثعلب الله اعلم. المهم هذا حاول هنا انه يحفر، دونك ما كملش الحفير تاعو، يسمى المغاره هذه تاعو ما تكونش بعيده من هنا. نزيدو نكملو في عمليه البحث. باذن الله تعالى نلقاوه، باذن الله تعالى نلقاوه، لانه الجره تاعو لقيناها لتحتها في التراب هذيك اللي ما صورته لكمش، ولقينا الشوك تاعو كيما شفتوا الفضلات اكرمكم الله. بون، وهنايا اكيد يكون كي كان يمشي كان طالع، شوفوا توشا روحو هنايا بالغرسه، يعني هذا كاينه هنا ما تكونش بعيده، كاينه بركه تاع ماء كشغل يقوم في عمليه بها كما حنا نقولوا دير عمليه تحميمه، تحميمه ولطخ روحو كامل بالطين. وكي جا جايز من هنا، شوفو كي جا جايز من هنا، يعني توش هنايا كيما تشوفو، باسكو حنا نعرفو بلي هذا الضربان هو من الحيوانات المحمية، هادي نعطيوها لكم معلومة، وممنوع الصيد تاعو ممنوعا منعا باتا، لازم نحافظو على هذا الحيوان، ونعرفو بلي هو حيوان شغل ينسحب، رجليه ماهمش طوال على هذيك شغل هنايا التوشة. هكذا خاوتي نكرر لكم بلي الحيوان هذا حيوان محمي وممنوع الصيد تاعو. فوالا نزيدو نكملو مع الطريق هذي، شوفو راه رايح، وشوفو اللي هي غير الأرنب، غير بلايص الأرنب كما تشوفو هنايا، هذا الحيط فيه الأرنب بزاف. وأنا اكرمكم الله، هذه فضلات تاع الذئب، شوفوا راه ياكل في العنب هكذاك، ها العنب هكذاك، مازال ما وجدش العنب،
وراه ياكل فيه قرص. هذه فضلة على الذئب اكرمكم الله. يعني هذه الحياة، الغابة هذه اللي فيها هنا يتنوع فيها، ها فيها العديد من الحيوانات، الذئب، الثعلب، خنزير اكرمكم الله، الحاجل، الارنب، النمس، الرباح، الزردي، فارة الخيل. يعني فيها العديد من الانواع تاع الحيوانات في هذا المكان، وهذا شيء جميل، هذا شيء يفرح. هلا شوف، ها شوف، هاي شوك خلاف تاع ضربان، هاي لك شوف وين راهي، هاي شوك تاع خلاف. يعني هذا هنا من الممر تاعو، يعني يجوز من هنا، كما احنا نقولوا هذه هي الطريق تاعو. خوا يا خوتنا، واخيرا انا لحقنا ليه. شوفوا وين جاي، شوف التراب اللي راه مخرجو كامل، تراب جديد هذا. وشوفوا وين داير الجحر تاعو، ولا وين داير الغار تاعو. ايه هذا غار كبير، شوفوا هاكدي خدم تحت الحجرات هذوك، وراحه اصلا خدم تحت الشجره هذه كامله. ها شوفوا وين جاي، يا الله سبحان الله. وما زال الشوك تاعو حتى لهنا في المغاره. شوف 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 الشوك تاعو، شوف شوف الشوك. شوف وين رايح الغار، هذا هو الضربان، الغار تاع الضربان هذا رايح، ما كاينش اللي يقدر يحفر عليه، هذا رايح لداخل بزاف. زيدوا شوفوا واش لقينا تاع الافعى هذه، هذه شوفوا تاع الافعى هذه، اين هل لهنا بعدها افعى، ما تكونش كبيره هذه، افعى تكون صغيره. وهذا هو الغار تاع الضربان، شوفوا خوتي وين جاي، شوفوا شوفوا وين حافر هنا، وشوفوا راه عض الشجره، العرك هذيك تاع الشجره، شو رايح هذا هنا. اكيد ميكونش ضربان واحد، يكون حوالي حتى الاربع ضرابين هنا لداخل، يكونوا اربع ضرابين، باسكو تراب كبير راه مخرجينو راه لتحت، تراب كبير. وهالك الشوكة تاعو كما شتو يخرج هكذا ويروح. هذا الله اعلم، نقدر ندلو كاميرا هنايا ونشوفو اسكو تقدر تصورو ولا ما تصورولناش. ايام المقبله باذن الله تعالى نعاود نرجع ليه، دوك الحمد لله راني عرفت بلاصتو اكزاكتومون وين جاي، راني عرفت المكان. المره المقبله نجيب كاميرا نصبوها لهنا ونشوفو اسكو يدخل يخرج، الا كان العدد واحد اثنين ثلاثه ولا اربعه. المهم هذا هو الغار تاع الضربان اخاوتي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، وتشوفوا اليوم تمتعنا شويه، درنا شويه في الغابه البحث عن هذا الجحر لكم تشوفوا فيه تاع الضربان. هلا شوفوا يا جاي وين جاي، جاي في مكان ما يبان، شوفوا الشجره، ها شوف يعني هنا كشت التراب لتحت، كنت مجي لتحت هنا كشت التراب كامل لتحت هابط، عرفت بلي كاين المغارة راهي لهنا. احنا نحاولو ان شاء الله، دوك ندلو واحد السيستام، ندلو هنايا شغل مطارك واقفين، نشوفو لا طبعهم لداخل نعرفو بلي راه دخل، ولا طبعهم لبرا نعرفو بلي خرج المرة الجاية كي نجي ليه بإذن الله تعالى. هو أكيد دوك أما في النهار يكون لداخل ميكونش برا، في النهار يكون لداخل وفي الليل يخرج، لأنه هو يعتبر من الحيوانات الليلية. هذه هي خوا صيادين، عيطها الله، واه الصيد راهو ممنوع برك، مازال وقته، واه بنتفاهموا، ماشي نحكي لكم على صيد الضربان، صيد الضربان ممنوع منعا باتا، نحكي لكم على صيد الحاجل والأرنب، يعني طيور الطرائد المسموح صيدها من 15 سبتمبر وطلع. هكذا لازم تحافظوا على الطرائد هكذا، يبقى ماذا بكم الصيد، ماذا بكم ما تصيدوش، خصوصا لما يصيدوا في الليل وراهم يصيدوا، هذوك اخطونا من هذا الصيد الجائر يرحم باباكم. خوتنا هذه هي، نتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله،
وباذن الله تعالى باك ما نزيدش نغيب عليكم ملي اذا كندير لكم فيديو. وشنو نتوما ماذا بكم دعمونا، يعني انا كنلقى الدعم كاين نقدر ندير فيديوهات، كنلقى الدعم ناقص نفشل وما نقدر ندير حتى فيديو. المهم هذا هو هذه هي المغاره نتاع الضربان، والحمد لله لقيناها ونتلاقاو في فيديو اخر.